المملكة العربية السعودية في هذا الوقت، في هذه السنين القصيرة بالزمن لكن كبيرة بالعطاء من قبل المسؤولين عموما، يعني تشجيع الشباب كلهم فيه حقله أن يعمل ويعطي. واليوم الإعلام هو يعني الراسخ عنده الجماهير برا، ونحن نتناول مواضيعنا الإنسانية السلمية ونقدمها بمفردة هذا اليوم إلى المجتمعات الأخرى، كي يعني كلنا نبحث عن السلم، نبحث عن في يعني جو من أو مساحة من الحرية المشروطة برقابة ذاتية عندنا. أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المهرجان وكل المهرجانات، كانت مسرح أو سينما أو حتى غناء وموسيقى، وهذه كلها تصب في نهر واحد وهو نهر الآداب والفنون.